السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلن الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي عن القائمة الرسمية التي ستواجه النيجر ذهابا وإيابا لحساب تصفية كأس أمم إفريقيا المؤهلة لكاني كوت ديفوار. وضمت القائمة في حراسة المرمى أنطوني ماندريا، ألكسندر أوكيجا، وأخيرا مصطفى زغبة. في الدفاع جيتون، مهدي ليريس، وعيسى ماندي، ومحمد أمين توغاي، وأحمد طوبة، بالإضافة إلى زندين بالعيد ورامي بن سبعيني وأيت نوري جديد القائمة وجوان حاجم. أما فيما يخص وسط الميدان فضمت قائمة الكوت جمال بالماضي هشام بوداوي، بالإضافة إلى آدم زرقان، نبيل بن طالب، رامي الزروقي، بالإضافة إلى إسماعيل بن ناصر وعبد القهار قادري. أما فيما يخص الهجوم رياض محرز وجديد القائمة بدر الدين بوعناني، بالإضافة إلى يوسف بليلي، والمستقدم الجديد فارس شعيبي، بالإضافة إلى أندي ديلور، إسلام سليماني، وأخيرا محمد لامين عمورة. وأنتم مشاهدين شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص القائمة النهائية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.